بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة وبرنامجكم قادة بلاد وادي الرافدين. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الملك شولجي. هذا الملك الذي حكم ما بين عام 2094 و2047 قبل الميلاد. وشولجي والحقيقة ابن الملك أورنومو، الملك الأول لهذه السلالة، حيث أتى من بعده خمسة ملوك، كان أولهم ابنه شولجي. وطبعا عندما تحدثنا عن أورنومو، هذا المشرع القانوني الكبير، وأيضا تحدثنا عن إنجازاته الحضارية في جوانب كثيرة، ومنها على وجه الخصوص في الجوانب الزراعية الإروائية، فاستطاع من إقامة العديد من الجداول الإروائية، وأيضا الاستفادة من نهر الفرات، وأيضا استطاع أن ينجز خزانا كبيرا أشبه بالبحر كما ذكر في تلك المرحلة. فضلا عن الجوانب العمرانية الكبيرة الأخرى وأيضا الجوانب الحضارية، فشولجي على الرغم من خدمته أو مدة حكمه الطويلة كان امتدادا طبيعيا لحكم والده أورنومو، فكل الأعمال التي لم تنجز على عهد الأب أورنومو استطاع أن ينجزها شولجي، وأيضا بقوة واقتدار. نحن أيضا تحدثنا في لقاءات سابقة عن مرحلة تاريخية قبل هذه المرحلة بأكثر من قرنين من الزمان، وكيف قلنا أن هذه الحلقات التي في حكم بلاد ما بين النهرين كانت بمثابة حلقات متسلسلة. وأيضا قلنا بأن هذه المنطقة كانت محط أطماع القوى والأقوام التي حول هذه الكيانات السياسية، فمثلا استطاع الكوتيون من أن يحققوا أيضا انتصارا على كيانات هذه المنطقة، وأيضا يحكموا لفترة زمنية. وطبعا أيضا بودنا أن ننوه بأن هذه القوى السياسية التي كانت تحكم، والقوى العسكرية التي كانت تحكم بلاد ما بين النهرين، كانت أو بلاد الرافدين كانت أقل تحضرا، فلم تستطع أن تجاري الكيانات السياسية التي كانت وقت ذاك، لذا نراها كانت مراحل مظلمة من تاريخ بلاد وادي الرافدين. يعني عندما الكوتيون، الكيشيون، غيرهم من الأقوام الأخرى، الميديون لاحقا، العلاميون، هؤلاء الأقوام الذين كانوا حول هذه البلاد عندما يحتلون لا سيما في الجزء الجنوبي، يعني في منطقة بابل تحديدا، كان هناك تدمير حتى البنى التحتية التي أقامها وأقامتها الكيانات السياسية للدول التي سقطت على أيديهم. يعني مثلا عندما نتحدث حتى عن حمورابي العظيم، أنه بعد 8 سنوات من حكم حمورابي بحكم ولده، نرى أن أيضا وفدت أقوام، وأيضا تم إسقاط نظام الحكم في بابل نتيجة لعدم وجود قائد يملأ الفراغ السياسي الذي مثلا بدأه قائد سياسي كبير بمستوى مثلا حمورابي. هنا أيضا نرى أن الآن عندما قام أورنومو حقيقة استطاع أن يقضي على مرحلة مظلمة من تاريخ البلاد بطرده للكوتيين وإعادة البناء الحضاري لهذه المنطقة. طبعا أورنومو حكم الحقيقة ما بين عام 2112 إلى عام 2095 قبل الميلاد. خلال هذه الفترة التي حكم فيها، وكما ذكرت حكم من بعده أولاده وأحفاده، يعني خمسة ملوك ما عدا أورنومو، يعني حدود 6 ملوك، استطاعوا من أن يحققوا إنجازات حضارية كبيرة.
فأورنمو عندما بدأ في بعمليات الإصلاح لا سيما في الجانب العمراني وأيضا في الجانب الحضاري، فضلا عن جانب الآخر الجانب القانوني يعني الذي بدأ، قلنا أورنمو قد سبق حتى حمورابي وكانت أحد المرتكزات الأساسية للجانب القانوني لحمورابي. يعني كان هناك لعبة أشتار وكان هناك أورنمو، وبعدين أتت المرحلة الأخيرة لقانون حمورابي الذي يعد من أنضج القوانين التي أتت لهذه المنطقة ولتاريخ العراق القديم وتاريخ بلاد ما بين النهرين القديم. إذن هناك سلسلة حقيقة متلاحقة أو متتالية ما بين هذه الأنظمة السياسية، وقلنا كلها تأتي من خلال النزغ الحضاري الموجود في تلك المنطقة. فنرى دائما، وهذه السمة الأساسية والطاغية على الكيانات السياسية اللي كانت موجودة في هذه المنطقة، كانت محط أطماع للقوى والأقوام التي حولها. ففي مراحل ضعف معينة لإحدى أو لأحد الملوك وإحدى الكيانات السياسية الموجودة يحصل وثوب واحتلال لهذه المنطقة من قبل هذه الأقوام، كما حصل كما قلنا الكوتيون وأيضا الكيشيون ولاحق العلاميون وكذلك الميديون في مراحل مختلفة من تاريخ بلاد وادي الرافدين. تعود الدائرة مرة أخرى لإعادة هذه البنى التحتية وأيضا إعادة الإصلاح والبناء عندما يأتي قائد محرر وملك محرر من براثن هذا الاحتلال البغيض لهذه المنطقة. وأيضا أقولها للتاريخ أن كل الأقوام الكيانات السياسية التي كانت موجودة في التاريخ القديم لم تكن بمستوى الجانب الحضاري لهذه الكيانات السياسية الموجودة في بلاد ما بين النهرين. لذا عندما تأتي وتقوم باحتلالاتها لهذه المناطق يكون دورها دورا تخريبيا بالتأكيد مؤذيا لهذه المنطقة، لا سيما في كل جوانب ومن ضمنها الجانب الحضاري. يعني حتى في مراحل الحقيقة لاحقة ومراحل متأخرة، يعني الميديون عندما احتلوا آشور وأسقطوا دولة آشور لم يستطيعوا البقاء في نينوى سوى أنهم قاموا بنهب كل ما موجود أو موجودات هذه العاصمة الكبيرة والرجوع من حيث أتوا، تاركين هذه المنطقة بدون كيان سياسي كونهم لا يستطيعون ملء الفراغ السياسي وملء الفراغ الحضاري لهذه المنطقة. وهذا أيضا ينطبق هذا الوصف على ما ذكرته من الأقوام الذين أتوا لاحتلال هذه المنطقة. فقلنا أورنمو استطاع أن يحرر البلاد من براثن الكوتيين، وأيضا استطاع أن يحقق إنجازات حضارية كبيرة لا سيما في جانب العمران وفي جانب أيضا في جانب الزراعة وأيضا في جوانب أخرى، إلا أنه لم يستطع إنجاز مهامه. لذا نرى أن ابنه شولجي كان بمثابة المكمل أو الحلقة التي تلي أبيه من أجل تحقيق هذه الإنجازات وأيضا إكمال ما بدأه أبوه لا سيما في جانب الإعمار. كما قلنا نرى أن شولجي استطاع أن يقوم بهذه المهمة بكل اقتدار. وأعود وأقول بأن السمات أو سمات القيادة لهذه الكيانات السياسية ولهذه المنطقة تكون هي الفيصل، وهي التي تحدد مسار هذه الكيانات السياسية وهذه الدول شأنها شأن حتى الكيانات. يعني عندما نتحدث عن مرحلة تالية، يعني نتحدث عن أورنمو، نتحدث عن ولدي شولجي إلى أبيسين آخر ملوك هذه السلالة، نرى أنهم كانوا يعملون بشكل متدرج، إلا أن الضعف عندما يدب في هذه المؤسسة لا سيما المؤسسة السياسية وغياب القائد الحقيقي، نرى أن هذه الدولة أو هذه السلالة دعنا نقول
نراها ايضا تسقط في بعض الاحيان ايضا على ايادي المناطق التي خارجه عن هذه المنطقه، وقد تكررت في التاريخ منذ مراحل مغلة في القدم وحتى نهايه سقوط الدول العظيمه او الدول الكبيره في هذه المنطقه، ايضا على ايادي القوى الخارجيه المتربصه بهذه الكيانات السياسيه في هذه المنطقه المهمه من العالم. وايضا اعود واكرر بان هذه المنطقه كان لديها من المستلزمات التي جعلتها قادره على تحقيق هذه الانجازات الحضاريه من خلال كونها من الاماكن اماكن الجذب السكاني، يقابله ايضا اماكن طرد سكاني وتحديات كبيره من الجهات الاربعه لهذه المناطق. يعني هذه المنطقه سبحان الله انها كانت دائما عرضه لتربص كافه القوى الموجوده في الاتجاهات الاربعه لهذه الكيانات السياسيه، سواء في المنطقه الشماليه في الدوله الاشوريه او في الدوله البابليه، وقبلها ايضا الدوله الاكاديه، وقبلها ايضا الدوله السومريه. نرى ان هذه الطبيعه حكمت هذه البلاد، بلاد ما بين النهرين او بلاد وادي الرافدين، حكمتها الى نهاياتها في النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد عندما انتهت بابل. إذن دائما قلنا يعني هذه الأمور تتكرر لأكثر من مرة، يظهر القائد، تظهر المنجزات، تتحقق الأهداف، يتحقق التوسع. يعني شولجي استطاع أن يحقق أكثر مما حققه مثلا أورنامو. أورنامو قد اكتفى بأمور مثلا في الجانب السياسي والجانب العسكري، استطاع من طرد الغاصبين في هذه المنطقة وإعادة أيضا البناء، إلا أنه لم يستطع إنجاز وإكمال هذا البناء. نرى أن شولجي كان بمثابة المكمل لهذه السيرة أو المسيرة التي سار عليها أبوه أورنامو. وأيضا نرى أن المرحلة اللاحقة يعني الذي أتى بعد شولجي أيضا سار بذات النهج. إذا قلنا كان اهتمام كما قلت أورنامو بالإنجاز الحضاري، يعني من مستلزمات قيام الدولة. دائما نرى أن الركائز الاقتصادية تأتي من خلال كما ذكرنا في حلقات ولقاءات سابقة من خلال الزراعة. فإذا مستلزمات الزراعة لابد أن يكون هناك يتبعها أيضا العمل بشق الترع وأيضا الأنهار. وكذلك يعني أول من أوجد يعني كما هو حال الخزانات الماء الكبيرة الآن اللي موجودة في العالم من خلال البحيرات الكبيرة، نرى أنه استطاع أن يجمع أو أن يعني يجعل أمام نهر دجلة، بحيث يجعل هذا النهر بمثابة بحيرة كبيرة كانوا يقولون عنها أشبه ما تكون بالبحر. يعني لم يتركوا نهر الفرات أو نهر دجلة يذهب سدى إلى البحر دون الفائدة منها، وبالتأكيد منهما. فبالتأكيد هذه يعني العملية تعمل على استقرار وازدهار جانب يعني الحضاري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي لهذه البلاد. يضاف إلى هذا التوسع الذي يحصل بالتأكيد أيضا يكون بمثابة السيطرة على الطرق الخارجية لعملية التجارة الخارجية مع الأمم والأقوام والكيانات والدول التي كانت حولهم. يعني كما هو معلوم لحضراتكم أن في هذه المنطقة كثير من الأمور لم تكن موجودة، يعني مثلا الأخشاب كان يؤتى بها من أماكن أخرى، مثلا من الشمال أو الشرق أو الشمال الشرقي أو من مناطق المنطقة الغربية، من مناطق بلاد الشام ومن منطقة لبنان تحديدا. هذه السياسة كان يجب أن تكون لها أيضا ركائز أساسية. نقطة أخرى نرى أن هذا الملك أيضا استطاع أن سيطر على المناطق المحصورة ما بين البحر الأسفل والبحر الأعلى.
مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، عودة جديدة. إذا مشاهدينا الكرام، نتحدث الآن نحن عن شولجي الذي خلف أباه، والحقيقة حكم فترة طويلة بحدود 48 عاما. هذه يعني هاي فترة الحكم الطويلة استطاع أن يقدم إنجازات كبيرة، لا سيما في الجانب العمراني الذي بدأه أبوه أور نمو. فنرى ايضا اهتم بالمنشآت الدينيه والمعابد، وايضا بناء كثير من البناء الابنيه التي تحتاجها المملكه، يضاف اليها في جانب ايضا الدفاعي، ايضا قام ببناء الاسوار. يضاف الى هذا هو ايضا بنائه ل المعابد أبو الزقورات. يعني في تلك المرحلة كان هناك اهتمام أيضا ببناء الزقورات. أيضا حذا يعني شولجي حذو الملك الأكدي نرامسين عندما اتخذ لقب ملك الجهات الأربع. وأنا أيضا بودي أن أعرج على هذا اللقب، وأقول بأن هذا اللقب لم يكن لقب مختص بملك معين، بقدر ما كان هو لقب لمكان معين. يعني الذي كان يسيطر على بابل كان يطلق عليه ملك الجهات الأربعة، ملك الجهات الأربعة. ولهذا نرى أن شولجي أيضا أطلق عليه هذا اللقب كما أطلق على نرامسين من قبله. أيضا اهتم كما ذكرت من البحر الأسفل، يعني من الخليج العربي وحتى
المحيط البحر الأبيض المتوسط، نرى أيضا دانت كثير من الشعوب والكيانات السياسية والدول تحت سيادة هذه الدولة، لا سيما وأن شولجي يعد الملك الثاني لهذه السلالة التي كما ذكرت كانت تتكون من 6 ملوك بداية من أورنمو وانتهاء بآبي سين. هذه يعني حدود القرن من الزمان، هذه المرحلة التاريخية حقيقة كانت مرحلة ل يعني تعزيز كيان هذه الدولة الذي بقى خارج هذا التوصيف خلال مرحلة السيطرة الأجنبية على هذه المنطقة. فنرى أن بداية من مؤسس هذه السلالة أورنمو استطاعت هذه السلالة أن تحقق إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة، وأيضا أن تبسط نفوذها على هذه المناطق. وأيضا دائما أؤكد بأن نحن نتحدث عن هذه الدولة، وهذه الدولة كما قلنا عندما يحكم الملك في بابل مثلا كان يطلق عليه ملك الجهات الأربع، إذا كان هناك تحديات أمام هذا الملك للجهات الأربع، فعليه أن يناضل ويجاهد من أجل الحفاظ على هذا اللقب، وأيضا من أجل توسيع البناء. لذا نرى عندما نتحدث عن هذه المؤسسة السياسية التي ينطبق عليها وصف الإمبراطوري، لابد وأن يكون هناك أيضا قائد كبير خلف هذه الإنجازات. يعني كثير من الإنجازات التي تحدثنا عنها العمرانية لا يستطيع القيام بها إلا ملك يتمتع بسمة قيادية، وإلا أن يتمتع أيضا بأرضية اقتصادية كبيرة. هذه الأرضية الاقتصادية الحقيقة قلنا تتأتى من خلال البنى التحتية للعملية الزراعية والسيطرة أيضا على مياه الري، وطبعا هذا كله يأتي من خلال السياسة الداخلية لهذا القائد وهذا الملك من أجل تحقيق هذه الإنجازات الحضارية الكبيرة، وأيضا يضع البلاد ويضع الدولة أيضا كقاعدة للوثوب للمراحل اللاحقة. لذا نرى أن ابتداء من نرامسين والملوك الذين حكموا بعده في هذه السلالة، نرى أن كان هناك تطور يعني بين ملك وآخر وقائد وآخر. لذا أنا ارتأيت أن أتحدث عن هؤلاء الملوك الواحد تلو الآخر، كون أن كل ملك كان مكمل لمسيرة الملك الذي سبقه. فعندما نتحدث عن شولجي بالتأكيد نتحدث عن سياسة والده أورنمو، وكيف أن هذا الملك استطاع أن ينجز في كل الجوانب التي بدأها والده، وأن يحقق لهذه الدولة وهذا الكيان السياسي الأهداف المرجوة. ودائما أقول أن هذه الكيانات لا تقوم إلا على ركائز اقتصادية، وهذه الركائز الاقتصادية تأتي من خلال أولا الاستقرار، أيضا تطور الزراعة، الجانب الإروائي، وأيضا استثمار مياه الفرات في العملية الزراعية. قلنا من خلال يعني في عهد هذا الملك كما ذكرت وعهد أبيه استطاعوا أن يجعلوا خزان كبير للمياه في هذه المنطقة، وهي هذه أيضا تعد بادرة لم تكن موجودة. وأيضا هناك سبق لكل يعني في كل أنحاء العالم، لا توجد قوى سياسية أو دولة أو مؤسسة تعمل على أو تقوم بهذا الفعل إلا كانت هناك سبق لمؤسسات الحكم الموجودة في منطقة بلاد وادي الرافدين، وقلنا من خلال قادة بلاد وادي الرافدين. فنرى أيضا في الجانب الروحي كان هناك اهتمام كبير مثلا في المعابد و
وبناء المعابد وايضا الاهتمام بالالهه ولا سيما الالهه القوميه لهذه المنطقه وايضا لاقوام تلك المنطقه تلك وايضا نرى ان هؤلاء الملوك ذاتهم وصلوا الى مرحله التاليه من قبل افراد شعبهم، ذلك انهم ما قاموا به في الجانب الروحي يعني بناء المعابد والى اخره، يعني نرى ان بعض الملوك حتى عند وفاتهم بني لهم قبور كبيره، يعني شولجي عندما توفى بني له قبر كبير، وايضا كان يستقبل او تستقبل المنطقه القرابين من ابناء الشعب، وطبعا هذا ايضا كان هناك تطور في عمليه العقيده، على الرغم من انه المرحله اللاحقه يعني نرى انه في جانب العقيده المراحل اللاحقه ايضا ظهر النبي سيدنا ابراهيم عليه السلام في هذه المنطقه في منطقه اور، يعني عندما غادر في عام 1805 قبل الميلاد، يعني كان هناك هذه البعثه النبويه وايضا التصحيح في الديانه اتت من خلال ما قدمه هؤلاء القاده وهؤلاء الملوك من ما قدموه على الصعيد الديني لشعوبهم واممهم، الى ان اتى دور الديانات الراقيه والديانات الالهيه، وايضا مجيء سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو ابو الانبياء ايضا كان في هذه المنطقه. يعني لاحظوا ابناء المشاهدين الكرام ان لهذه المنطقه اهميه كبيره، يعني حتى ان الانبياء الذين بعثوا من هذه المنطقه. ابو الانبياء كان سيدنا ابراهيم عليه السلام بالتاكيد عندما غادر هذه المنطقه الى فلسطين في عام 1805، بالتاكيد ما لا يقل عن 50 عام هو كان في هذه المنطقة في منطقة أور وفي هذه المنطقة التي نتحدث عنها الآن، على الرغم أننا نتحدث عن مرحلة تاريخية قبل هذا بكثير، إلا أننا نقول أن هذا التطور في عمليات الديانات التي كانت موجودة في العراق القديم أيضا كانت على شكل سلاسل أو حلقات ضمن سلاسل أتت بثمارها للمراحل اللاحقة. فكانت يعني كانت الديانه وقت ذاك هكذا، يعني كانت السيطره للكهنه للالهه التي كانت موجوده والتي يؤمن بها شعوب تلك المناطق وايضا تلك المراحل التاريخيه القديمه، فاذا كان هناك اهتمام في الجانب الروحي لشعوب هذه المنطقه، وطبعا هذه مساله مهمه من المسائل عمليه الحكم التي قام بها هؤلاء قادة العراق القديم أو قادة بلاد وادي الرافدين في تحقيق هذه الإنجازات الحضارية بكل تفاصيلها، يعني لم يتركوا شيئا إلا وولجوه من خلال سياساتهم الحكيمة وقياداتهم الفذة. وأعود وأقول إن هؤلاء القادة لو لم يمتلكوا هذه السمات القيادية لما استطاعوا من تحقيق هذه الإنجازات الحضارية. مشاهدي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.
كان الكرام عودة جديدة، لازلنا الآن في رحاب الملك شولجي ملك سلالة أور الثالثة. وأيضا مشاهدي الكرام، عندما نتحدث عن هذا الملك نقول أن الرقم الطينية أو ما تركه لنا لم يفي بالغلط، إلا أنه من الناحية السياسية استطاع من تحقيق إنجازات كثيرة. فأيضا كان لديه من الدبلوماسية، فمثلا عقد مثلا مع الإعلاميين معاهدات أيضا من خلال زواج سياسي لتزويج ابنته من الملك برخشي ملك الإعلاميين. وطبعا هذا كان سائدا في أبان تلك المراحل، وأيضا تفرغ نراه للعمل العمراني وأيضا العمل السياسي وأيضا قيادة البلاد إلى بر الأمان. مع هذا نرى أن اهتمامه بالجانب العسكري كان من أولى اهتماماته، فنرى في منتصف مراحل حكمه استطاع من أن يحقق إنجازات حربية كبيرة في المناطق التي كانت وقت ذاك، وأيضا استطاع أن يحقق أيضا إنجازا حضاريا من خلال عمليات البناء التي قام بها على الصعيد العمراني وما تحدثنا عنه قبل قليل. إذن هذا الملك بما أوتي من إمكانيات كبيرة على صعيد الجانب السياسي والدبلوماسي، فضلا عن الجانب العسكري أيضا الذي أهله بأن يكون قائدا عسكريا كبيرا ويحقق أيضا إنجازات كبيرة على كافة الصعد، وأيضا في جوانب مثلا في الجوانب الشرقية أو الشمالية. فضلا عن هذا يعني كان في المناطق الشمالية أيضا استطاع من السيطرة على بلاد آشور وأيضا مدينة آشور، كذلك الحال بالنسبة إلى الأماكن أو المناطق الغربية وأيضا المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، استطاع أن يحقق كثير من الإنجازات الحربية وإخضاع هذه المناطق تحت لواء هذه الدولة الكبيرة. وأيضا استطاع أن يوسع رقعة البلاد، قلنا من خلال توجهه إلى شمال البلاد لا سيما في البلاد الآشورية وأيضا في جانب جنوبي حتى منطقة الخليج. إضافة إلى هذا أنه استطاع أيضا أن يقوم بالعمل أو الإنجازات العمرانية الكبيرة التي أيضا على الرغم من أنه الآثار التاريخية لم تكن بالمستوى الذي حققه هذا الملك الكبير أو هذا القائد الكبير، لأنها أو وصلنا الشيء الكثير عن منجزات هذا الملك. وطبعا استطاع من أن يحقق هذه الإنجازات في سني حكمه كما ذكرنا الطويلة. وطبعا هذه الفترة الزمنية أيضا استطاعت أن تكون أهم نقطة من نقاط حالة الاستقرار الكبير لهذه البلاد، وأيضا تحقيقه هذه الإنجازات الكبيرة التي تحدثنا عن جانب منها. وبالتأكيد هذه الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها من خلال البناء الشخصي لهذه الشخصية الفذة، فهو قائد سياسي وبذات الوقت قائد عسكري وأيضا قائد في جوانب العمران، فضلا عن إدارته لدفة الحكم وبالتأكيد لدولة مترامية الأطراف وأيضا واسعة في نتحدث عن مرحلة تاريخية في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد. بالتأكيد هذه مرحلة من المراحل التاريخية التي كانت في تلك المرحلة كثير من الأمم والأقوام هي خارجة عن الحضارة الإنسانية، فكانت هناك حضارة كبيرة وحضارة عظيمة لبلاد ما بين النهرين خلال قادتها العظام
الذين حققوا هذه الإنجازات، وأيضا كما ذكرت أنها كانت بشكل متسلسل ومضطرد صوب تحقيق الأهداف الكبرى. يعني عندما يذهب أورنمو يأتي شولجي ويأتي ابنه وأيضا حفيده إلى أبسين، نرى أن هناك تطور في عملية حكم سلالة أور الثالثة التي حكمت بحدود القرن من الزمان، حققت فيها هذه الإنجازات الحقيقة الكبيرة والعظيمة في رقعة جغرافية مترامية الأطراف. وأيضا قلنا بالتأكيد كان لسياسة هؤلاء الملوك وهؤلاء القادة الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، ولولا السمات الشخصية لهؤلاء القادة لما تحقق ما تحقق من هذه الإنجازات الحضارية، والتي أيضا نرى أن هذه الحضارات كانت ركيزة للحضارات القادمة للأمم والأقوام التي كانت داخل هذه الرقعة الجغرافية، يعني منطقة بلاد الرافدين، وكذلك للإشعاع الحضاري للأمم والأقوام الأخرى. يعني دائما عندما نتحدث عن حضارة بلاد وادي الرافدين وأيضا نتحدث عن نظائرها من الأمم والأقوام والدول والكيان السياسية التي كانت حولها، دائما كانت أقل تحضر من هذه الدولة أو من هذه الدول التي عاشت في كنف هذه الأرض الطيبة، الأرض المعطاء، أرض بلاد ما بين النهرين أو أرض بلاد الرافدين. فبالتأكيد دائما نرى هناك كان سبق حضاري كبير بكل مناحي الحياة. أول حرف كان من أرض بلاد وادي الرافدين، الكتابة كانت من بلاد وادي الرافدين، الكيانات السياسية، أول حكومة للمدن كانت من بلاد وادي الرافدين، أول دولة كانت من بلاد وادي الرافدين، أول إمبراطورية كانت من بلاد وادي الرافدين التي أسسها سرجون الأكدي. إذن هذه المنطقة وهذه التي زخرت بهذه الحضارات العظيمة زخرت من خلال وجود الملوك القادة العظام الذين دائما نتحدث عنهم. هم ليسوا قادة عسكريون حسب، بل كانوا أيضا قادة سياسيون مهرة في كل مناحي الحياة، وأيضا كانوا من البناة الأصلاء للإنجازات الحضارية أيضا في كل مناحي الحياة. فعندما نتحدث عن حضارة بلاد وادي الرافدين ونتحدث عن هؤلاء القادة، يعني عندما نتحدث عن شولجي ومرحلة حكمه، ما هي إلا حلقة في سلسلة البناء الحضاري لهذه الأمة العظيمة، لا سيما الأقوام السامية منها التي زخرت بها هذه المنطقة والتي كونت أكثر من كيان. يعني حتى الأكاديين هم من الساميين، البابليون هم من الساميين، الآشوريون الذين أتوا هم من الساميين. فهذه الحقيقة المسميات كانت تأتي دائما لاحقا، يعني عندما سكنوا بلاد آشور سموا بالآشوريين، في منطقة بابل أصبحوا بابليين، اللي هم مثلا من الأكاديين أو من غيرهم من الأقوام السامية التي أتت وهاجرت من منطقة الأم إلى هذه المنطقة وقاموا بهذه الإنجازات الحضارية وبناء هذه الصروح العظيمة للحضارة العظيمة القديمة. بالتأكيد لا يمكن أن تحقق إلا من خلال المستلزمات، وأهم هذه المستلزمات هو وجود القائد، هذا القائد الذي يستطيع أن يدير دفة هذه الدولة وهذا الكيان السياسي إلى بر الأمان بما أمتلكه من قدرة على تحقيق هذه الإنجازات. فإذا مترجمنا الذي نتحدث عنه شولجي ما هو إلا امتداد طبيعي لأسلافه من القادة والبنائين الكبار، وأولهم هو حقيقة والده الذي أيضا كان أحد الذين حققوا إنجازا حضاريا فضلا عن الجانب الحضاري، هو في الجانب القانوني الذي حقيقة ترك لنا إرثا كبيرا في الجانب القانوني، والتي كانت بمثابة الركيزة الأساسية
للمراحل اللاحقة، لا سيما في ملوك تلك المنطقة وأهمهم هو الملك العظيم حامورابي. الحقيقة سنتحدث مشاهدينا الكرام عن بقية ملوك هذه السلالة في لقاءات جديدة. نقول إلى ذلك الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.